السلام عليكم. هذه واحد الشهيوه باللحم او بالقطبان ديال اللحم سميتها الكولاج. سي اون سبيسياليتي الموند ولكن تجي رائعه بزاف. عاد دونك عندنا البصيله تنشلدوها رقيقه تنديروها هي واللحم تنبقاو نشحروا فيهم مزيان. ملي تنشحرهم تنزيدوا عليهم الملحه الابزار سكنجبير طري والقزبر مقطع يكون غليظ ماشي رقيق و صافي. ونديروا البويون ديالنا د اللحم ونخليوها طيب نغطيوها ونخليوها طيب. وملي تطيب تنزيدوا عليها الشامبينيون ونزيدوا عليها لا كريم فريش وتتقدم مع الرز. انا اليوم قدمتها مع الرز ها هو بحال بايلا بلا داند. درت فيه لا داند شحرته مع البصله ودرت جوج رويصات ديال الثومه وبقيت تنقلي فيهم. من بعد زدت الرز وبقيت تنشحر فيه. زدت الرز كلاصي ابيض وبقيت تنشحر فيه مزيان حتى شرب ليا ديك الزويته والزبيده. درتو مع زويته وزبيده ومن بعد ملي شتو دخلوا الطياب زدت عليه جلبانه الحك والملحه الابزار شويه تاع الزعفران صافي. وغطيتو خليته تشرب مزيان. ها هو نتوما تتشوفوا فيه وهذا هو غنخليه حتى يطيب. حتى يطيب ان شاء الله وغنوريه لكم. السلام عليكم. دونك هما الحيمة ديالنا من بعد ما طابو دونك نزيدو عليهم الشامبينيون وغادي نخليوهم يتشحرو مزيان حتى تعقد لينا ديك المريقة ديالهم كلها تعقد. فوالا تعقد لينا ديك المريقة وغنزيدو عليهم لا كريم فخيش. فوالا ان شاء الله نتلاقاو من بعد ملي طيب يكمل الطياب ديالو وتشحروا دوك لي شامبينيون مع ديك الحيمه وداك الشيء ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك دابا من بعد ما طابو لينا وشحروا ها نتوما شفتوا دابا غنزيدو القياس ديالنا د لاكريم. فوالا عينكم ميزانكم على القياس ديالكم. دونك ها هو صافي نحركو. غادي يغلى جوج غليات ونحيدو صافي بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. فوالا ما نقول لكمش راه تيجي رائع هاد لو بلا هدا سيغتو إلا كان الرز درتو الرز بيض تتسلقوه وتديوه في الزبيدة والملحة والابزار وتتسقيو به هاد لاصوص هادي تديروه هو في البلا وتتسقيو هاد تحطو الحيمات الفوق وتتسقيو بهاد لاصوص راه تيجي هائل بزاف. عاد بالصحة والراحة. دونك لو بلا ديالنا فينال ها هويا. انا قدمته بهذا الشكل تقدروا تزوقوه بشويه المعدنوس ولا القزبر اللي درنا في لو بلا درنا القزبر دونك تزوقوه بشويه القزبر. انا وليداتي تنحاول ما تيبغيوش ليا هذا الشيء دونك تنيفيتي. دونك هانتوما بالصحه والراحه بصحتكم وبراحتكم.